هذا الشيء صغير بالنسبه للكلامات خص يكون واسع داكور كاينين حلين واسعين اذا ما يكونوش ودير شي حاجه يشبو رجلهم شي جفاف باش ما يزهقوش هذا الدخول دخول غير عادي لان الوضعيه الوبائيه في البلاد مقلقه كنا كنراهنوا بان غادي يكون واحد التحسن ديال هذه الوضعيه الوبائيه ولكن المؤشرات خلال شهر غشت كانت جد متدهوره لهذا الوزاره كانت عندها واحد العمل استباقي منذ شهر يوليوز باش نهيئوا الانماط التربويه اللي غادي ندبروا بها الموسم الدراسي حسب الوضعيه الوبائيه. المستوى الاول؟ المستوى الاول اختي عنده المعقم ديالو؟ كاين اختي البيسه ديالو البيسه اختي مازال لمسوا بعض خطا على الخياط ان شاء الله المره الجايه غنجي لابس ان شاء الله المهم 12 رجع مورا ان شاء الله شكرا اختي تفضل انطلق اليوم الدخول المدرسي بمدينه برشيد وتم اعداد واتخاذ جميع التدابير اللي غتمكن الوليدات ديالنا من الوقايه ديالهم من هذا الوباء. الوضعيه الوبائيه هنا في مدينه برشيد والحمد لله مستقره، المدارس مفتوحه عكس بعض المناطق التي توجد بها بؤر ديال هذا الوباء وتم اغلاق المدارس. اليوم هو اول يوم دخول مدرسي، كنتمنى انها تكون بدايه موفقه بالنسبه لنا وليكم. تختارين هذا التعليم عن قرب لانني انا مشغوله ما كنجلسش في الدار كنكون خدامه خاص الطفل اللي غيراجع معاه وانا ما مسالياش جبته ليكول باش يلاه ينتبه شويه القسم اصلا هي باقا صغيره عند القسم الاول وقلت لها بان راه كاين الوباء وحنا كاع متخوفين من هذا الوباء بان تبعد شويه من الوليدات وتعقم يدها والكمامه قالوا لنا القسم الاول ما يديروهاش. اختيار ديال هذا النمط ديال الحضوري راه في حد ذاته واحد الفرحه هذه. يمكن نقول لك ايضا بان التلاميذ كيطلبوا باش يرجعوا للمدرسه ديالهم والتقوا مع اصحابهم ويعيشوا الحياه المدرسيه العاديه اللي كانوا كيعيشوها. اليوم قالت لي ماما ديري كل واحد ديري لك ماما وبعدي منه. من حنا الاسر الاختيار بين تعليم عن بعد وتعليم حضوري في المؤسسات ولكن الوزاره اللي اساسي باش نوضح لكم هي تحملت جميع العبء باش توفر واحد التعليم عن بعد دي جوده في واحد المستوى لائق وايضا تعليم حضوري في ظروف امنه اعتمادا على واحد البروتوكول صحي اللي ان شاء الله سيتم التطبيق ديالو بطريقه صارمه. وصار ما كانوش كينتظروا بان نطلبوا الاشراك ديالهم ولكن اليوم هذا الاشتراك هو اساسي. حنايا غادي نحترموا الاختيار ديال الاسر فهمتيني؟ استاذ ما غاديش نقول لهم ايه ولا لا. في حاله واحده كنقترحوا التعليم عن بعد لكن الحي موبوق مطوق مغلوق فوالا. المسؤوليه حنا كنتحملوها في الوسط المدرسي ولكن في المنزل خاص تكون واحد المسؤوليه اسريه اللي غادي تساعدنا ايضا باش نكونوا عندنا واحد الاثر أكثر نجاعة وأكثر فعالية. هذه الجائحة فاجأتنا وكان لابد باش ناخذوا واحد العدد من التدابير وإجراءات وجيهة وجريئة باش نحميو صحة المواطنين وصحة التلاميذ والطلبة والأساتذة والأطر الإدارية. How are you? Today is Friday, March 20, 2020. I touch. تم تعليق الدراسة الحضورية يوم 13 مارس. وبعد هذا التعليق كان خصنا لابد نقدموا واحد المضمون متكامل في إطار الاستمرارية البيداغوجية. وهنا بغيت نذكر بذاك الحماس وذاك الانخراط الجماعي ديال الاطر التربويه والاداريه باش يمكننا نقدموا هذا المضمون الرقمي وفي ظرف وجيز ما كانش عندنا خيار اخر كان هو الخيار الامثل هو التعليم عن بعد. Hello,
البكالوريا كتشكل واحد المحطة مفصلية في التحصيل الدراسي وفي التسلسل الدراسي ديال التلميذ، تتويج لمسار دراسي ديال الابتدائي وديال الثانوي وتمكينه باش يولج للتعليم العالي. لهذا احتفظنا بهذه البكالوريا، واحد العدد ديال الدول لغاو هذه البكالوريا، ولكن الاحتفاظ بالبكالوريا في إطار تنظيم محكم ولا سيما في الجانب الصحي والوقائي. هذا نجاح مهم مع أخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات الضرورية فيما يخص السلامة الصحية ديال الأطر الإدارية والأطر التربوية وأيضا ديال التلاميذ، وهذا نجاح لبلادنا. شكرا لكم. بغيت نوه بالشراكة الوطيدة اللي كانت مع القطاعات الوزارية الأخرى، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، اللي وفرت لنا المنشآت الرياضية واستطعنا باش نعتمدوا والتزموا بذاك التدابير الوقائية بما فيها التباعد الجسدي إلى آخره. C'était pas des conditions favorables, c'était plus fort que nous, on faisait des efforts et tout, mais après ça s'était bien passé. Zama dik chi li qrena w li tahta pas plus ni zama c'était au niveau zama kulchi mkin yjawb. Kan dghat kabir haqiqatan la lina hna kamas'ulin walakin ta'al tlamt kadik w al-usar dialhom lian al-usar kant fi al-hajr as-sihhi w tlamt kanu fi al-hajr as-sihhi idafadna ila annahu kanu kayitsa'lu 'ala al-ma'al dial mustaqbalhom ad-dirasi كان عليهم كذلك أنهم يهيئوا رسوم. والحمد لله لا الأسر ولا التلاميذ ولا المنظومة التربوية، هذه المنظومة كلها كسبت الرهان، والحمد لله خرجنا من هذه المحطة هذه يعني ناجحين. On fait une recherche ici وعندنا هنايا الاخر لي ريزولطا ديال لا ريشيرش. هاد لي كاركتير حسب عاود هذا، الا كان شي حد ما كيشوفش مزيان نقدروا نصغروا او نكبروا الكاركتير. هذاك الشيء اللي مكتوب بالزرق ما باينش، هادو خاصه دابور لو شوا دو لا كولور اي ان ادابتي اي بي لا بوليس اي تري بيتيت دونك هنا خصكم تكبروهم شويه. شفتوا معنا واحد المنصه اللي غادي تساعد الطلبه والحاملين البكالوريا على التوجيه باش تكون عندهم فرصه يختاروا احسن مدرسه اللي كتناسب الميولات ديالهم وكتناسب الطبيعه ديال التكوين ديالهم باش يكملوا المسار ان شاء الله الدراسي ديالهم ما بعد البكالوريا. هذا واحد النموذج ديال المؤسسة الجامعية جديد، عطينا الانطلاقة السنة المنصرمة. هذا ثاني معهد على المستوى الوطني، الأول كان في جامعة الحسن الأول بسطات، وداخل هذا البرنامج في واحد برنامج وطني اللي كيبدأ من الإعدادي، هو رياضة ودراسة على المستوى ديال التربية الوطنية، هو تكوين هاد التلاميذ موازة مع الدراسة ديالهم في الرياضة. واليوم احنا كنخلقوا واحد الجسور ما بعد البكالوريا لهذا التلاميذ في تدبير الشأن الرياضي، في ايضا تخصص في هذا الحقل المعرفي الجديد ديال الرياضة. شكرا. الكلمة الان للسيد الوزير للرد على التعقيبات. تفضل السيد الوزير. ما بقيتش عاقل على الترتيب ديال الإجابة، ولكن غنحاول نجاوب. شحال باقي عندي؟ باقي الوقت. مازال حوالي 10 دقائق. حوالي 10 دقائق. جلسات ديال مجلس النواب ومجلس المستشارين كتعطينا واحد الفرصة باش نخاطبوا المواطنين ونوضحوا لهم واحد العدد ديال الأمور، ولا سيما اليوم كنعيشوا جوج ديال الملفات كبار. أولا هو تقييم التعليم عن بعد، وكان عندي مناسبة يوم الأمس في مجلس النواب باش قدمت واحد التقييم أولي، وأيضا هو هذا الاستحقاق الوطني للبكالوريا، واليوم الحمد لله عطينا توضيحات على مستوى التنظيم على بعض الأرقام، وكاين واحد تفاعل جد إيجابي من طرف نواب الأمة. وي على المهم تعيطوا صافي ما كفاش.
طريق التعليم عن بعد وعن طريق الوسائل الأخرى استطاعوا أن يستدركوا ويتفوقوا وينجحوا، فهنيئا لهم وهنيئا لأسرهم. السيد الوزير السي أمزازي قام بواحد الجهد كبير جدا، طبعا مع السيد ريس عويشه لاحظنا الحمد لله كاين واحد العمل جبار، اعتمدوا على واحد الفريق الحمد لله اللي هو راكم التجربه قاد هذا الفريق. راه ماشي سهل باش تقود فريق في المحنه، يمكن لك تقود اي فريق يعني في وقت اللي كتكون وقت الراحه، ولكن في وقت المحنه فين كيبان المستوى ديال القياده والمستوى ديال التدبير، وهذا كيبين الحمد لله على الكفاءه ديال السيد الوزير وعلى العمل اللي قام به السيد الوزير وعلى الطريقه ديال انه يدبر جميع المكونات ديال العمليه التربويه وديال المكونات اللي كتدخل في الامتحانات. درنا واحد الفريق مصغر على مستوى ديال الوزاره وكنواكبوا جميع الملفات ديال القطاعات الحكوميه، واحد العمل اضافي ولكن مهم لان كيكون عندنا واحد الفكره ديال الالتقائيه ديال السياسه الحكوميه وكنتبعوا كل ملف على حده. هاد الازمه اللي يعني خلات ان الاضواء كلها متجهه لبعض القطاعات اللي هي هامه واستراتيجيه وكتهم واحد الشريحه كبيره من المواطنات والمواطنين، كالقطاع ديالنا اللي كيهم 10 مليون ديال التلاميذ والطلبه والمتدربين، الى جانب الاسر. خلى انه واحد يعني واحد المتطلبات كبيره في مجال التواصل، هذا كيجي إضافة لكون يعني السيد الوزير اللي هو واحد الشخص اللي كيعطي واحد الأهمية كبرى في التواصل، واللي كيتبع يعني الأشياء بواحد الدقة كبيرة وكيمشي للتفاصيل الصغيرة، ماشي غير في المجال ديال التواصل، في جميع المجالات اللي كتقيس العمل ديال الوزارة. سي بون فوقاش ما بغيتي صافي انطلقوا يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. انعقد يومه الخميس 24 ذو القعدة 1441 الموافق ل 16 يوليوز 2020 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. ما عنديش واحد تكوين في التواصل ولا، ولكن الحمد لله قطاع التربيه والتكوين والبحث العلمي مكنني باش يكون عندنا واحد الكفايات واحد المهارات تواصليه، لان حنايا كنتواصلوا كل وقت واحد العدد البلاغات واحد العدد ديال الخرجات واحد العدد ديال الندوات الصحفيه اللي كنقوموا بها. واليوم الحمد لله في اطار التدبير الجماعي لهذا الظرفيه الاستثنائيه ديال الوبائيه ديال كورونا، الحمد لله كاين واحد العدد ديال الامور اللي خصنا نوصلوها للمواطنين بكل بساطه. الأسبوع لكن الوقت نجي هنا شوية باش نتمتع بهذه الحديقة بارك حسن الثاني اللي الحمد لله عندنا في الرباط، واللي واحد الجو ديال الطمئنان وكنديروا شوية ديال لامارش شوية ديال الفوتينغ، غالبا كنديرها في نهاية الأسبوع في وسط الأسبوع تقريبا ما كيكونش الوقت، وهذا واحد النشاط أساسي بالنسبة لنا كنفرغوا ذاك ستريس ديال السيمانة، وهذا دواء في حد ذاته. أنا من مواليد مدينة صفرو، بحكم الوالد الله يرحمه كان في واحد العمل اللي كينتقل من مدينة إلى مدينة، كنت عندي مناسبة باش قريت في صفرو، قريت في فاس، قريت في طنجة، وقريت في الرباط، وفي قنيطرة أيضا في الثانوية العسكرية ديال قنيطرة.
حصلت على البكالوريا في مدينة طنجة في ثانويتي بالخطيب، ومباشرة درت المسار الجامعي ديالي واختاريت شعبة البيولوجيا، كنت كنعشق علوم الحياة. درت من بعد الدكتوراه ديالي في فرنسا في لانسيتو باستور، معهد باستور، ومن بعد رجعت للمغرب وحصلت على المنصب ديال أستاذ باحث، ومن بعد رجعت أيضا فرنسا باش تممت الدكتوراه الدولة. كنت عامد كلية العلوم من 2011 إلى 2015، وهذه بالنسبة لي واحد مصدر ديال مفخرة واعتزاز. 2015 شديت هذا المنصب ديال رئيس جامعة محمد الخامس، واشتغلت فيها أيضا بجميع الجامعتين، حيث كان جامعة محمد الخامس السويسي وأكداد، وكان واحد الورش ديال تجميع هذه الجامعة، واستطعنا باش جمعنا هذه الجامعة. ثلاث سنوات من بعد، لأن الولاية فيها أربع سنوات، حالفني الحظ الحمد لله ونلت من الثقة المولوية السامية، وسيدنا الله ينصرو كلفني بقطاع التربية الوطنية، وكان هذاك واحد شي حاجة اللي ما كتصورش. لأن فاش كنت رئيس الجامعة واحد العدد ديال الأمور كنقول خاصنا نديرو مراسيم، خاصنا نعدلو القانون باش يمكننا ننزلو هذا الإصلاح، وأنا ذاك شفت بأن دابا وليت في الاتجاه في الموقع الآخر، وبيدي باش نقنع باش يمكن لي ندوزو هاد المراسيم وهاد القوانين. كلنا أبطال، واش أنا في دور البطل؟ أبدا أنا ماشي في دور البطل، ولكن بعد ما خممت قلت هذه مناسبة باش نبرز المجهود اللي كيقوموا به نساء ورجال التعليم، وقلت بأن اليوم شكون هما الأبطال؟ هما النساء ورجال التعليم، ولا بد باش نبرزوا المكانة ديالهم والتضحية ديالهم والانخراط ديالهم والعمل اللي كيقوموا به.